القوم يمشون في الأرض هونا، ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة، ويحتسبون الجزاء. لقد وهبوا العلم أعمارهم، فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة الطلب. هذه الرحلة بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء المبارك مع ضيف أحسبه حقيقة ممن بذلوا جهدا وعمرا مديدا في سبيل طلب العلم، تدريسا وتعليما وتوجيها. هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، الأستاذ السابق في جامعة الملك سعود. حياكم الله شيخ محمد. حياكم الله وأهلا وسهلا. سعيدي والله بكم وباللقاء بكم. يا حياكم الله. حياكم الله دكتور. في برنامج قصة الطلب نحن نتحدث عادة عن النشأة العلمية والبدايات العلمية ومراحل الطلب، لو حدثتنا عن هذه المرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فذكريات طلب العلم ذكريات عزيزة على نفسي جدا، ويتمنى الإنسان لو كان بالإمكان أن يعود مرة أخرى ليستمتع بتلك الحياة. طبعا أنا نشأت في مدينة دمشق في حي الميدان، وهذا الحي مشهور بتدين أهله والتزامهم بأحكام الإسلام. تصور أنه ما كان يسمح لامرأة ولو كانت مسنة أن تذهب إلى بيت بنتها الذي لا يبعد عنها إلا شيئا قليلا حتى يكون معها مرافق. وكان الناس يعني لا شيء غير الإسلام. نشأت في هذا الوسط ما شاء الله، ويعني ما في شك ولا ريب بأنه كان لوالدي رحمة الله عليه الأثر الكبير في تنشئتي. والله يا أستاذ، كنا نرى من الوالد الحياة الإسلامية مجسدة في هذا البيت. لا يمكن عندما يؤذن الفجر أن يبقى واحد نائما، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويقومون كلهم إلى الصلاة. يعني هناك أحيانا ظروف تخدم طالب العلم. فوالدي رحمه الله كان تاجرا، ومع ذلك كان مشاركا بشيء من العلم، لأنه في بلدنا في تلك الفترة ما كان هناك إنسان إلا وله ارتباط بحلقة علمية بأحد المشايخ. كانت الحلقات موجودة في ذلك الوقت. نعم. الحلقات العلمية. نعم. منتشرة في الشام. نعم. ألا مثلا شيخي وشيخ والدي الشيخ زين العابدين التونسي كان في حينا في الميدان، وهو أخو الشيخ الأزهر الخضر حسين. نعم. أخوه الشقيق. فكان هناك، كان عنده نشاط هائل، كان في كل ليلة عنده درس حلقة. ماشي. فكان والدي رحمة الله عليه في حلقة مساء الثلاثة وليلة الأربعاء، وقد أدخلني في هذه الحلقة. وأنت صغير؟ نعم، وأنا صغير. صغير جدا يعني. فمن حسن الحظ أن الكتاب الذي دخلت فيه كان شيخه
الشيخ سليم اللبني رحمة الله عليه، وهو أتقن قارئ في دمشق لقراءة حفص، وكان تلميذا للشيخ محمد الحلواني الذي هو شيخ القراء. فأصر والدي رحمة الله عليه أن أكون في الكتاب لا في المدارس الرسمية، فختمت القرآن على الشيخ. عفوا يا شيخ، ليش الوالد رفض أن تذهب إلى المدارس النظامية؟ لأن المدارس النظامية يعني لها طابع غير إسلامي، طابع عادي يعني. نعم. فهو أراد أن أتقن القرآن. فعادة إذا ختم الإنسان ممكن أنه ينتقل إلى التجارة إلى العمل. نعم. لكن الوالد قال لابد من أن تقرأ القرآن مرة أخرى على الشيخ. فأنا أتيح لي الحقيقة أن أقرأ القرآن وأضبط أداءه على الشيخ سليم رحمة الله عليه. وبعد أن يعني قضيت مدة طويلة في البرة الثانية وختمت القرآن. كيف كانت القراءة يا شيخ؟ الحفظ القرآن كان عن طريق مثلا مدارسة، كيف تحفظون القرآن في ذلك الوقت؟ سأتيك بالتفصيل. فعندئذ دخلت المدرسة الرسمية بعد أن كنت أتقن القراءة وأتقن الحساب. ما شاء الله. ولذلك ما دخلت في السنة الأولى، دخلت رأسا في السنة الثانية في المدرسة. أما حفظ القرآن يعني كان على مرحلتين في الحقيقة. نعم. المرحلة الأولى كان الأداء، أداء القراءة على قراءة حفص وفق أحكام التجويد. نعم. وأما حفظه غيبا فهذا في الحقيقة يعني كان في كل يوم. نحن كنا ساكنين بالميدان، وما كان في بالميدان مدرسة ثانوية، فكنا نضطر أن نذهب إلى المدينة إلى البلد بعيدة. فأنا كنت أحمل معي مصحفا صغيرا. نعم. ففي الذهاب وأنا أمشي إلى المدرسة إلى المدينة أحفظ صفحة من القرآن. ما شاء الله. وفي العودة أحفظ صفحة أخرى وأكررها في البيت. وكانت والدتي رحمة الله عليها تشجعني كثيرا على حفظ القرآن. وإن أردت أن أذكر أثر الوالدين. نعم. فالحقيقة أن والدتي رحمة الله عليها كانت على معرفة بكثير من أحكام الفقه، ولا سيما بالفرائض. متعلمة. نعم. كانت تقرأ ولا تكتب. سبحان تقرأ الله. ولا تكتب. مثل جدتي أيضا كانت تقرأ ولا تكتب. فكانت متقنة لتوزيع التركة. لو أن واحدا مات فتعرف مثلا الورثة. نعم. تقسمهم على 24 قيراط، فلان له كذا وفلان له كذا، ويكون تقسيمها دقيقا جدا. ما شاء الله. فالوالدة كانت تقص علينا السيرة النبوية أنا وأخواتي وإخوتي، وكانت يعني متحدثة بارعة بالحديث، وكنا متعلقين بدرس السيرة هذا الذي كانت تحدثنا عنه. الحمد لله النشأة البيتية ساعدتني على الاتجاه الإسلامي من جهة، وعلى طلب العلم. والحقيقة الوالد كان له فضل كبير في طلب العلم، فتلقيت العلم على المشايخ،
ودرسنا العلوم الإسلامية، ما شاء الله، حفظنا ألفية ابن مالك، وحفظنا ألفية العمريطي في فقه الشافعية الذي يعني نظم هذه الألفية بأسلوب جميل. وعندما تزوجت كانت زوجتي ما في عندها أولاد في أول الأمر طبعا، يعني تعاونت معها على أن تحفظ هذه الألفية، ألفية العمريطي في فقه الشافعية. كنت صغيرا يا دكتور في بداية الزواج؟ نعم، أنا ما تأخرت في الزواج أبدا. جميل. لكن الدكتور البيئة الموجودة، الجيران، زملائك، زملاء الصحبة، كان لديهم هذا التوجه، توجه طلب العلم والاهتمام بالعلم والحفظ، أو فقط أنت؟ يعني فيه، لكن ما كان بالعائد هذا إلى والد الأولاد. الوالد شجعكم؟ إيه، الوالد هو الذي حملني على طلب العلم في أول الأمر، بعدين أنا رغبت في هذا، وبدأت منذ ذلك الحين بتكوين مكتبة. فمعلومك أن الناس يجعلون لأولادهم خرجيات، كنا نقول لها، نعم، مصروف، مصروف أو خرجيات. فأنا كنت أخذ هذه الخرجيات وأدخرها وأذهب أشتري فيها كتبا. ما شاء الله، أنا. ما شاء الله. ولذلك يعني تكونت مكتبة جيدة، عندي مكتبة كبيرة. لا زلت تحتفظ بالكتب القديمة حتى الآن دكتور؟ نعم، لا زلت. من أول كتاب تقريبا؟ والله يعني سامحني، شيت أول كتابة ما بعرف، بس على كل حال الكتب القديمة من البدايات. جميل. كان الأساتذة في المدارس في درس اللغة العربية يطالبون الطلاب بأن يأتوا بالمعشم، والطالب الذي لا يأتي بالقاموس يطرده الأستاذ من الفصل لأنه لم يأتي بهذا. كم أعماركم؟ كم العمر؟ العمر يا دكتور كم العمر؟ يعني كان شيء 12-13 سنة تقريبا؟ لا أكثر، يعني وقتها كان يعني بدي أقول 14-13. المرحلة الإعدادية تقريبا؟ إيه، بالمرحلة الإعدادية. وتحضرون القاموس معكم؟ نعم، ما شاء الله. والذي لا يأتي بالقاموس لا يدخل الفصل. فقلت للولد أريد قاموس، معجم مختار الصحاح، فاشتريته، فكان صغيرا. فلما رأت والدتي قالت لوالدي، قالت عيونه غالي علينا، هذا الكتاب يعني حروفه صغيرة. فاشتريت حجم أكبر، نفس الطبعة بس كبيرة، وما زالت موجودة عندي هنا تلك الطبعة. ما شاء الله. ويعني الحقيقة كان مستوى الطلاب، والله كان مستوى جيد. لكن دكتور أنت أحببت اللغة العربية، أو هناك أحد وجهك إلى الاهتمام بهذا الفن، اللغة العربية مثلا؟ لم تكن مثلا متخصصة في الحديث أو في مجال آخر، إما اللغة العربية فقط، من الذي وجهك إلى اللغة العربية؟ والله أنا الحقيقة اللي وجهني للغة العربية، أنا كنت أريد كلية الشريعة. نعم. ولكن لم يكن في بلادنا في تلك الفترة كلية شريعة. لما أخذت الثانوية ما كان أمامنا إلا اللغة العربية، إلا قسم اللغة العربية. وأنا عندما تخرجت نشأت كلية الشريعة في دمشق، لكن كنت أنا تخرجت. ما شاء الله. ويعني رصيدي الشرعي كان عن طريق دراستي على المشايخ. فنحن درسنا كما قلت لك الفقه الشافعي، وكذلك العلوم الأخرى مثل أصول الفقه والفرائض، وحفظنا يعني المنظومات التي في هذه العلوم،
مثلا في الفرائض الرحبية. نعم. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل نعم. يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فليس الشك كاليق، وهكذا. ما شاء الله ما شاء الله. حفظنا هذه المنظومات، كما في الفقه مثلا شهر الصيام واجب الصيام بالعقل والبلوغ والإسلام، وقدرة على أداء الصوم ونية فرضا لكل يوم. وأنا كما قلت لك جعلت زوجتي وهي فارغة ما عندها أولاد تحفظ هذه المنظومة الفقهية، وأتيح لنا في الحقيقة كما قلت لك يعني في هذه الدنيا فيها حظوظ، يعني لما يتاح له إنسان أن يلقى شيخا متمكنا في العلم ملتزما في تحقيق ما علم، هذا الشيء ليس قليلا. فأنا من المشايخ الذين أفتخر بالتلمذة عليهم الشيخ صالح العقاد رحمة الله عليه، هذا كان يقال له الشافعي الصغير، وكان في الفقه، كان مبرزا في الفقه، نعم، وكان مع كونه عالما تاجرا، كان له دكان في سوق الخياطين. فأنا قرأت عليه الفقه الشافعي، والحمد لله يعني يمكن أن يقال عني أني أتقنت هذه، ما شاء الله، يعني أحببت في الوقت نفسه أن أتعرف إلى أدلة الأحكام. ولذلك من أول كتب الحديث كتاب سنن أبي داود، ما شاء الله، السجستاني، الذي هذا الكتاب في الحقيقة عني بأدلة الأحكام أبو داود، نعم. وهو بهذا يمتاز على البقية من الكتب الستة التي هي عماد الدين الإسلامي. ممتاز. شيخنا الآن منهجية الشيخ العقاد والمشايخ في الحلقات، ما هي منهجيتهم في تدريسكم العلم؟ هل هو الحفظ، المدارسة مثلا، ما هي المنهجية؟ لا، يقرؤون الكتب ويشرحونها، يعني نعم. مثلا الشيخ الله يرحمه في كتاب المنهاج للنووي له شرح واسع، شرح المنهاج، فهذا كنا نحضره وقرأنا عليه يعني كثيرا. وكان له درس آخر، وهو كان يعد الدرس يكتبه، وهذا فيما بعد طبع كتاب، نعم. والشيخ الله يرحمه ورحمه الله يعني كان يعنى بالأدلة، يعني هذا من الأمور التي أنا استفدتها من الشيخ. وهو كان يعني ما لم يكن يعني كان رئيس الجمهورية على عادة رؤساء الجمهوريات يدعون المشايخ في رمضان، نعم، فكان لا يذهب، وما كان يحضر الموالد، الموالد كانت تقام، ايه، ما كان يحضرها، يقول هذه يعني ما بدعة، ما كان يحضرها، لا، ما كان يقول بدعة، لأنه كلمة بدعة معناتها تشعر وهابي، ايه أحسنت، ايه. وما كان يحضرها، ما كان يحضرها، ايه، نعم. لكن الدكتور اسمح لي شيخ، الذي أثر فيك في بناء شخصيتك، يعني الآن في اللغة العربية توجهك هذا، من الذي أثر في الدكتور محمد جعله يتجه هذا اتجاه طلب العلم والمدارسة والحفظ غير الوالد؟ هل هناك أحد من المشايخ أثر فيك؟ أنا قلت لك أن الوالد رحمه الله، غير الوالدين والوالدة أيضا، يعني هذول كان لهم تأثير كبير علي. وكذلك الشيخ صالح رحمة الله عليه، أحسنت، هذا كان له أثر يعني كبير في شخصي، وبعدين أنا أعجبت في سلوكه. جميل. الشيخ يعني الذي
يقرره يلتزم به ويطبقه. فهو مثلا كان يرى أنه رواتب التي يأخذها الناس موظفون من الحكومة فيها شبهة، فهو ما كان يعني موظفا ولا رضي يعني أن يكون موظفا. وإذا زار إنسان موظف يعتذر عن أخذ الطعام والشراب، سبحان الله. فهو كان ملتزم التزام شديد. ليش؟ قال لأنه هذه أولا من الضرائب، وهذه الضرائب مظالم، وكذلك يعني فيها شبهة يعني كثيرة. طيب شيخ محمد، زملاء الطلب، زملائك، تذكر زملائك في مرحلة الطلب؟ من هم زملائك الذين كنت تدرس معهم، تذهب تجلس معهم، تحفظ معهم، زملائك؟ والله ما كان يعني من الزملاء من هو يعني مرافق لي. يعني مثلا نحن بدي أتذكر الواحد عدد يعني كبير لا بأس به من الزملاء، كثير منهم توفي رحمة الله عليهم. نعم. شيخنا، اللغة العربية كنت محبا لها أو كنت مجبرا لأن الفرصة لم تتح لك في كلية الشريعة؟ لا، أنا كنت أحب اللغة العربية، و يعني مثلا كنا ندرس على المشايخ كتب النحو، فأنا أحضر الدرس الذي سيلقيه الأستاذ. ما شاء الله ما شاء الله. قبل الدرس وبعد الدرس أيضا، ولذلك كنت أشتري الشروح للمتن الذي يقرره علينا الشيخ. نعم. طيب شيخنا، أبرز الصعوبات التي واجهتك في تلك المرحلة، لا شك أن يعني حالة العيش وظروف المعيشة في ذلك الوقت كانت صعبة، أبرز المواقف التي مرت على الدكتور محمد في تلك المرحلة، سواء في مرحلة الطلب وأنت صغير، الإعدادية، الثانوية، وأيضا المرحلة الجامعية؟ والله بالنسبة يعني لهذا الفضل لله أولا وأخيرا ثم للوالد، فوالدي كان ميسورا، كان تاجرا، وكان له محل في دمشق ومحل في حيفا ومحل في بيروت، وكان بين هذه يتجول بين هذه المراكز الثلاثة يتجول، فما شعرنا الحمد لله فيما يتعلق بالضيق الذي تشير إليه. نعم. لكن يعني الناس جميعا كانوا يميلون إلى التوفير والاقتصاد. نعم. فما كانت عندنا ما هو موجود الآن، شاوربة وهمبرغة، ما عرفناه. نعرف أنه بالبيت في جبن وفي زيت وزعتر وفي كلها طبيعية كانت ولذلك نعم، فما كان أنواع الترف موجودة، وهذا نعمة من النعم، لأنه الآن الأولاد يعني تهلكهم هذه المأكولات التي يعتادون عليها. نعم شيخنا، سهولة التواصل مع العالم، مع أستاذكم الشيخ العقاد أو غيره، كيف كنتم تتواصلون معه مثلا في مدارسة، في مسألة مثلا تراجع عليها يراجع عليك، كيف كان التواصل بينكم؟ والله هذا سؤال طيب، لأنه الحقيقة يعني المشايخ عامة كان صدرهم ضيقا، يعني إذا واحد بده يناقش أستاذ يعني بيطلع الشيخ ويخانقه. الحقيقة كان الشيخ صالح رحمة الله عليه واسع الصدر، وكذلك من العلماء الذين استفدت من علمهم الشيخ ناصر الألباني، فأنا كنت أناقشه يعني ويتسع صدره في ذاك الوقت للمناقشة. نعم. نعم شيخنا، توفر وسائل الترفيه في ذاك الوقت، الكهرباء كانت موجودة أثناء الطلب وأنت صغير؟ نعم، يعني كانت، أنا كنت أريد أن أقول هذا. نعم. يعني الحقيقة الفترة التي عاشها جيلنا
فترة مهمة للانتقال من دور إلى دور. كيف يا شيخ؟ يعني أدركنا نحن نمطا من المعيشة يشبه جدا النمط الذي كان في القرون الأولى. في بادئ الأمر ما كان الكهرباء، لكن للأمانة أقول أنا لما ولدت كان في كهرباء، أما ما كان. حكالنا الشيخ علي الطنطاوي وهو من أساتذتي أيضا، حكالنا أنه والده كان جارا لشخص ميسور جاء بالكهرباء، فأعطاهم الجار شريط وصاروا يستعملوا الكهرباء في بيته، في البيت، في بيتهم. فراح المدرسة وقال والله نحن عندنا مصباح بس تكبس بشعل الضوء. فهذا الولد راح حكى للشيخ الأستاذ، جابوه اعتبروا كذاب. كيف يعني ما بتشعلوا بالسراج ولا؟ ولنا صديق الدكتور عبد الله حجازي حكى لنا هو عن أمه أنها عندما جاء الكهرباء فبدها تطفي الكهرباء، جاءت للبلورة نعم. وصارت تنفخها كما تنفخ السراج. السراج أحسنت. فيعني نحن أدركنا هذا. إذا الانتقال هذا يلي كان له أثر كبير جدا في حياتنا أدركناه، وأدركنا كذلك فترة أليمة جدا وهي أن المسلمين لا خليفة لهم، لأنه سقطت الخلافة بتأثير اليهود والنصارى وسقطت الخلافة، وهي كارثة من أكبر الكوارث التي وقعت في تاريخنا. يعني المسلمون منذ عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى ما قبل يعني 95 سنة كان لهم خليفة، وكان المسلم يمشي في بلاد الإسلام لا معه جواز ولا شيء أبدا، وإذا أراد أن يقيم في بلد أقام، وإذا أراد أن يتزوج منها تزوج، يعني بلد واحد، العالم الإسلامي كله بلد واحد. نحن أدركنا أن المسلمين بعد سقوط الخلافة تسلط عليهم الكفرة، يعني قبل مولدي أنا بعشر سنوات أو 20 سنة كان سايكس بوبيكو وزير خارجية فرنسا وزير خارجية إنجلترا قسموا بلاد المسلمين، فجعلوا بلاد الشام اللي هي بلد واحد جعلوها 5 بلاد: سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، 4 بلدان، وكانت الموصل أيضا، كان الحقيقة هذه المنطقة أيضا تابعة لبلاد الشام. جميل. فنشأنا في هذا الجو. دكتور أذنت لي أن نتوقف عند هذه المرحلة، مرحلة مهمة جدا أن نناقشها في الجزء الثاني إن شاء الله من هذا البرنامج. طيب جزاكم الله خير، شكرا لكم دكتور. الله حياكم الله. أيها الأخوة، بسكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد لطفي الصباغ وهو الأستاذ السابق في جامعة الملك سعود. نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم القوم يمشون في الأرض هونا، ومذهبهم في الحياة العطاء، يضيئون بالعلم دنيا البرايا هداة، ويحتسبون الجزاء هداة، ويحتسبون الجزاء. لقد وهبوا العلم أعمارهم، فأكرم بمن ورثوا الأنبياء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء. نعم إنها قصة من يقين، تقول لنا من هم العلماء.